اللي هو كان اسمه كسموكو نيك، حد كان عامل بجد والله الريبورت. اه كان عمل لك ريبورت اه بدون ده. مش عارف، انا معرفتش الموضوع ده اصلا غير من الويب سايت، مش عارف معرفتش. هو بس مكتوب انه اسم الفرقة مش عارف حاجة كده من تحت. ده رياكشن 74 يا فتو. رياكشن 74 اه هيرياكت بعد انت بكرة. جايب خد بالك هيزيد كمان شوية هيبقى 75 يعني. ممكن 80 لا مش هيزيد 6 يعني. او خد بالك يا. طب انت التافرنيه سري ال رياكشن بتاعته كام؟ جماعة أنا بحاول أسنايب الواد جوكسان ده، مين جوكسان؟ الواد البرو اللي هو اللي وشه على اللعبة دلوقتي في الهوم بيج، اللي في سن 2-1. المكسيكي ده اه أحلى. لا أبوننت كسوم مونيك، كنت عايز ألعبه. ثانية هو طلع طلع. يلا يلا تعال 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 يا ابن الأحمر. يلا 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 يا النبي. نوب طلع الماتش ده هيريتش كت احقرك. come on come on come on EA come on I wanna play against this fucker. عايز اخد حقي. اللي كسبني 2-1 في واحد الاكسترا تايم but I wanna play against him again. It was really fun. come on man. come on bro. هو مدي ليه بابو جوميز انجن؟ لا يعني انا عاوز افهم ليه. طب ما تقول له انصحه. انت بتاكل ايه؟ عنب؟ ليه؟ انا اتفاجئت جدا. ذكرت بأوسخ الألفاظ. اسمه ايه بتاع روما يا فيتو اللي مدافع؟ برونو بيريز نجيبه بالاس. برونو بيريز بالاس. هو زرع شعر ولا ايه؟ انا مش على خريطة اساسا. I don't know much of him الصراحة. I have him on Instagram for some reason, I don't know why. هو بيكت، هو زملكاوي صح؟ زملكاوي بيشجع فرقة نادز كده مش فاكر مين. بيشجع أرسنال ولا حاجة. ترجمة
فاهم. ادون جاتس انا مش فاهم. يعني هو بيقول ان الطريق اصلا is a 5 day 5 days وهو الطريق قد ايه 4 hours. اه اوكي احا اح ده عيل بضين نيك ده بيتكلم على المسلسل بتاع منى زكي لعبة نيوت. وايه بقى وبعدين ايه اللي حصل؟ هو رد قال ايه ولا خلاص الموضوع مات على كده؟ اه احا ده كان بيتو نيك طبعا. هو جاب ورا احا بس هو يعني اكيد المخرج مش اهبل للدرجه دي يعني. أحا أنا فتحت سيلفر باك. اه لا أنا كنت فاكره تيم اوف ذا ده ويك. مركز نيك مع ايه يا ده عم ده البرو ده يا يعني عم. 8Z نيك فاهم يعني he's just in a being a اه fucking انا 8Z بضنك bastard يعني. يا بيتشتم دلوقتي جيكو جيكو. هو عنده كاميرا ولا صوت بس؟ لا صوت بس صوت بس. كاميرا يبقى في ساب بدينه وشكر واشارات كده بالاصابع وال اه حبيبي انا موافقك في الليله دي. مسوح ب 10,000 كوين فهعمل حاجة جامدة نيك دلوقتي. هفتح برايم جولد بلاير باك بفلوسي وهيطلع لي حاجة جامدة. اصلا لا مش هعمل اي حاجة معاك. اعمل انت لوحدك. You're such a boss kill يا مان. خلي امير يجي يعمل معاك. الله جامد فشخ. الرايفلز الرايفلز ال ال 15 ويكند ليج هتلاقي كانت ويكند ليج و ممكن يكون قصده الحاجة القديمة. حاجة قديمة لا هتلاقي قديمة اللي هي السيزون اللي قبليه.
هو بيكسب كل قد ايه بقى يعني؟ بيكسب ماتش كل كام ماتش؟ والله ما بعد انا هدخل ده مين ماتش ده؟ في الشامبيونز يا سيف، ابدل نفسي قبل ما الاكل يجي. $30 يا مان. Finisher, if I remember correctly. أنا بعته. I only played like 8 or 9 games بيه. لا. Extremely overrated. He's stiff on the ball, man. طيب نخش الماتش. Please be an easy game. 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 Interesting big team. Yep. ¿Qué tal todos y bienvenidos sean al fútbol por la noche y bajo las estrellas? Soy Fernando Palomo desde la cabina con Mario Alberto Kempes. Acá tenemos 90 Sleep minutos on por Nardo, delante en la jornada I don't de know fin de if semana. This is something that Será you get genial, or Marico. happens to you a y lot, vaya Jan. choque que tenemos, Fernando, ¿eh? But, Los visitantes كنت بلعب واحد están en condiciones de subir de محدش categoría. أول جول. En cualquier momento tira la culebrita. Casi, casi. Damn, what a shit start to the fucking weekend league. Zinedine Zidane. Casi gol, manito. La pelota no entró. Vaya jugada del defensa. Va la pelota desde el córner a la olla. La pelota que tuvo miedo, que no vio los Roma puños كانوا del عايزين arquero. يشتروا من كذا في ناس كتير بيحاولوا يشتروا دايما Sigue sin parar, gana terreno. Venían bien y lo han perdido. So, خلي بالك هو مش صغير برضه. لا I think he's older now. بجد؟ فانتاستيكا و he's very versatile ممكن يلعب في اي حته. انت بتعمل ايه؟ كورنر كروسادو كي llega justo al cráter de ese volcán. هو كبير, he's been here hace for falta a que long diga algo, se le time. pegó espantoso. Renato Sánchez. لا. خلينا. Pelota de Pogba. Viene ahí ese pase filtrado. Buen robo de balón. El siguiente capítulo de esta película es un saque de meta. Dólar. Ha mandado la pelota lejos de su área. $200. ¿Cómo le quita el balón? Corriendo el riesgo que le marcaran nice start. De los 12 يطلع لك حد. يا رب يطلع لك بيهم بقى حد جامد نيك. يطلع لك بيهم حد جامد نيك ويقول يا ريتني كنت عملت الشوط بتاع نفسي. ادواردو كامافينجا. Que no le den espacio, que de cualquier lado le puede pegar Roberto Claro, Carlos. <Barak.
El técnico local dando indicaciones para que se adelanten en línea, que tiren el fuera de juego. Sí, la verdad es que han retrocedido demasiado, lo tienen muy apretado contra su área y es lo mejor que puede hacer. Muy bien, ¿cómo llega a meter esa pelota? Señoras y señores, termina el ataque. Ajá. Deteni, واحد. Deteni, Richard. Se les ha ido la posesión. Mbappé, Bruno Fernández quiere controlar. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Mbappé, ya sabemos que puede hacer Mbappé, va a volar Mbappé, atento, despeja Mbappé. What fucking horrible gameplay. صفر صفر بس الولد بيجيله فرص كلها خبط تنيك. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Hello, Nick, come on. It's a rich man's goal. Ahí va con el balón, el hombre bala Roberto Carlos. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. Y así nomás se le fue la pelota. Lo que estamos viendo acá quizás es la gestación de un abrazo de gol para el Dons. Llega cortando bien y recupera. Mbappé. Esa pelota del rival la ha dado Mbappé. Avant de sortir à la fin du match, ceci pour éviter tout mouvement de foule. Merci de votre Renato Sánchez. Ahí está Cristiano. Maravillosa. Ahí la tiene y es clara. هو مصمم بالظبط ليه عنده 50 سنه دلوقتي مش عارف ايه دي ضرب ورق No aprovechan la oportunidad y ahora hay saque de arco. Otra vez la bocha cambia de dueño. Atento que wow, se viene tiro libre. 24-7 se off en el stream. Mbappé. Lateral. Están pidiendo achicar, quieren offside. Ahí va Cristiano. Mbappé la tiene. Va por el costado y puede centrar. Habrá saque de arco. Hernández. Paul Pogba. Renato Sánchez. Interceptando el pase. Still really bad, to be honest. David Neres. مفيش حاجة بتدي مفيش حاجة بتدي reactions. Uno se la pasa el otro se la pasa aquel y aquel se la pasa uno. Así están jugando. Almost certo. Preciso el balón atrás. Trata de encontrar un espacio. Renato Sánchez. Este chico vio perfumo jugar alguna vez. Quiso anticipar el pase, se encontró adelantado. La pelota Robben. El esférico de Mbappé. Robben. Puede cruzarla. Le ha sacado el balón con el libro de texto en la mano. Apenas 1-0 el partido, nos vamos al descanso en esta primera parte. Arranca la segunda parte del partido. Y una semana más, Fernando, con esto que nos gusta tanto. Fútbol de la jornada de la FUT Champions.
Mbappé. ايوه برونو فرنانديز. الاثنين نفس اللبس يا ابني. والله ما بيتعلمش ان هو يعمل التغييرة بتاعت الاوي دي. تالت مثلا، انا شفت واحدة قبليها مش دايما. لا hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Cristiano Ronaldo la tiene. احبك نيك يا كريستيانو. يا el defensa se tiró con el último suspiro antes que entrara la pelota. Eduardo Camavinga. Neymar. Y ahí le queda la pelota y sigue el peligro. Voilà. Ir a apurar al contrario a que comete el error. Genera esto. Ahí lo tienen todos abrazados después de una presión colectiva formidable. Sin problemas para llegar a esa pelota. Míralo el técnico visitante. ¿Cómo manda la chica permanentemente? A mí me parece fenomenal. Porque le... Por lo menos النبي, le النبي أحمر, el Nabi Ahmed. El Nabi Ahmed. El Nabi Ahmed. Ha corrido con suerte Mario y le ha sacado nada más que la amarilla. No, para mí sí que era amarillo. Fernando, ¿no estás oliendo a gol en esta jugada? Cristiano, أجمد لعيب في اللعبة. Ha sido una espectacular construcción de juego. Potencia y colocación. Eso sí que tiene Cristiano Ronaldo. Se ha puesto un guante para pegarle esa pelota. Y por ahora el marcador 3-1. Bruno Fernández. Que no se le olvide la pelota más. Pero con tiritos así no le hacen daño alguno. Falló Mbappé el pase. ما هي دي دلوقتي. لم... ايوه صح، هو كان مختار الاسود. اسود صح. ما بيهزر فشخ الصراحه. Y esta jugada no llega nada. Gran presión en el ataque, ojo. Es una sensacional tapada. Tiro de esquina al centro del área. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Renato Sánchez. Esa pelota no es más de ellos. Bastante arriesgada la decisión del técnico visitante, ¿no? Para tirar la ley del offside. Es necesario, habían quedado muy mal parados. El cruce que ya está esperando Cristiano. ¡Mamita, qué gol! ¡Qué pedazo! Casualidad o qué, pero es un golazo espectacular. Y otra vez la jugada previa a lo que fue un golazo. Y esa pelota que recibe Cristiano Ronaldo frente a claro, fruto de esta elección, lo que puede llegar a pasar, ¿no? Y el portugués ya está festejando. No parecía para tanto, el árbitro dejó seguir. Ahora el juego ya no lo controla el Donza, a perseguirle nomás, a marcar. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. No lo va a perdonar, Marito le saca la amarilla. No es para sorprenderse, muy merecida. David Neres. Buena acción defensiva. Muy inteligente el rival arrinconándolo, presionándolo para sacarle la bocha. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Perdieron la pelota y se terminó la contra. Mbappé. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner. El último en tocarla fue un defensor. Pelota que cae directo. La ando en central. Pues, la baja de 87 y el otro 86. Neymar le va a pegar. Quería más. Ahí lo tiene.
La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Es encomiable lo que está haciendo el técnico visitante Marito, mandando adelantar la última línea. La verdad que lo veo muy bien porque el equipo local está desesperado. Preciso, balón atrás. Ese disparo que ve en la defensa. Llega cortando bien y recupera. Ahí tiene una buena oportunidad de contra. Los toman mal parados, en este los van a castigar. Era buena la intención, pero les cortan el balón. 10 minutos para que se termine el partido. David Neres. Ahí pasa la pelota. Buena pelota. Atentos que puede ser, esto va al gol. ¡Gol! Ahí está el talento. Verdaderamente elevado para conseguir un gol con la magia con la que se ha sacado este gol de la galera. Un verdadero golazo, monumento de gol. Entra solo, se quita el rival y los deja desparramados. Y entra. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Renato Sánchez sigue ganando terreno con la pelota. Se queda nuevamente con el control de la pelota sobre la banda. Se están prestando la pelota nada más. Bruno Fernández. Pelota de Pogba. Se queda con la pelota después de la entrada. Ojo que se puede venir la contra. Llega bien para... الواد الشرموت اللي بلعبه شكله هيعمل الثلاثة بوز اللي في الآخر عشان خوري صلع واحد الشوط الأول خلص 1-0 and then I changed my formation and I cracked the code. صدقني انا كنت بلعب انا كنت مكسكس عشان هو كان بيسكيل في الاول كنت بلعب 4-2-3-1 I changed to 4-4-2 long ball and I was just pinging it from the, like on the side and bro he's doing the triple pulls what a pussy فبقول لك I was pinging it from the side and he just every time he tries to like tackle Cristiano في اللولبي بيقع فاهم اصلا اي سي يعني من الثلاث تجوان اللي جبتهم في الاول واحده كورنر والثانيه فري كيك فعشان كده as soon as I started بقى being in the lead I could take my time a bit انت فاك يا مر هو لما حد بيدوس تريبل بوز يعني هو فاكر ان انا وانا كسبان سبعه هطلع من الماتش مثلا هتبدن واطلع يعني it's just so dumb bro فانتاستيكو الرسول جبت جون من الماتش ده باللي هو الريد ارو كنت بجري جريت لعيب و it's such a cool trick الصراحه Pereira.
So selfless, as always. Jobban geli pimp. تأخير انا بقول لك ايه، بقول لك دي كوسوم، دي لعبه، ده كوسوم الديفلوبر ابن الميتناكه اللي مش عارف يعمل ايه في بلاك تشينج كولر. يا قلعة طيب ما هو ساعات ما انا فاكر بقى ان الكمبيوتر هيفهم ان الجيم هتفهم ان كل ماتش نلعب باللبس التاني، انا لازم اغيره كل ماتش. اه مش فاضي الكسومه بقى. اح عنيك يعني، اح اه الحمد لله، اه صرتهم الثلاثه. انا بكره الويكند، بكرهه بكرهه، بقول لك ايه ده، انا بكرهه، بحس ان انا هموت فيه. We don't care about weekend league. We're top shaggers. Fuck the weekend احنا ده league. احنا كلنا ايه ده احنا كلنا الا سيف في السيمي فاينل بتاع اوروبا. بالظبط. How does it feel safe? Good. انا عرفت ليه الحساب بتاعي طلع غالي نيك، عشان انا اشتريت I bought اسمه ايه ده 8 ounces of Chick-fil-A sauce for $6. Chick-fil-A. لا بس انا عارف ان تشيك فيلي ما بيحبوش الخوالات، تهرش الموضوع ده، مش بيشغلوا خوالات ولا ايه؟ اه because they're like super super يعني southern، فاهم؟
probably hate brown people as well, but I got to have my chicken on a Friday night, you get me? ما تيجي نلعب فريندلي يا سيف، بس اطلعني بالفيرست تيم بجد يا رب تخسر. Joking, I hope you win. لو لعبتك يا سيف بتذاكر ده هنيجي. NOT! والله يا عم شغل ابن متناك جامد نيك. محتاج أربعة engines. غير الفرق. بتقول إيه؟ اه انت بتتفرج دلوقتي ولا ايه؟ بلعب لعيبة عنده بيبقى عنده جوميز زي برضو فاهم، فاكر انا مميز بقى جوميز ده عشان ضارب شعر اصفر اكسجين فاهم، فحلقته الاقي اتنين في الملعب فاهم، بعدين الاقي فيدال، بس جوميز على الاقل هجوم فبتعرف من المركز، فيدال بقى اتنين في النص ها تبقى مش فاهم في باصل مين فاهم، داخلين على جنب واقفين جنب بعض يا حاجة، انت متناكة والله انت متناكة. سيف كريستيانو 47 games 87 goals. The guy is a beast. أجمل من زيكو شكل. بس هما الاثنين بيحتاجوا محرك. أنا بعمل إيه؟ خلي بالك أنا بخسر كل الماتشات تقريبا فيعني إيه. بص بقى يا معلم زيكو، 15 games 22 goals والله ابن حلال. Very nice والله. عامل 8 اسيست، ده جامد نيك ده. توموري مش وحش خالص على فكرة. الصيام عمل عكه يا سيف، متعب قوي متعب. انا غريب انا مش فاكر طبعا الصبح نجيب لكم بسكوت غريب. لا اصل انا هذا يوم رايت اوف تمام، احنا خرجنا امبارح على الشغل وبعدين كان عندي بس كان عندي بيتش الساعة 8:30 فاهم، وراجع بقى سكران فاهم متدقلج فاهم، صحي انا ومديري كل باين ان عندنا هانج اوفر يعني، هو عشان ابيض بقى كمان فعارف خدوده محمر بقى وحالته وانتهت بس خلصت انا دخلت نمت شويه باين بقى بلاي ستيشن. بس حاجه جميله فعلا مع خروجه اجري. بقول لك ايه يا فكرة قراري، انك هو برونو بيريز ده زارع شعره؟ الله يعني اصل وانا بدور عليه في البتاع هو اصلع، بعدين الكارت اللايف بتاعه وشكله كده عامل شعره عند عم عرفة ودقنه برضه عامل نص دوجلاس. هو الكارت وحش، الكارت شكله فعلا وحش نيك اجري سابوا نيك الكارت بس هو في شعر. لا 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 بس لا 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 بس هو في شعر نيك، هو في شعر نيك شعر نيك يعني شعره تقيل فاهم. اوكي بس بس كنت كسومه منظره يعني، انت بتلعب في ايطاليا المفروض تتشيك شوية يعني. بس هو عنده، هو بيلعب عنده دقن بتاعت جحا دي في الحقيقة يعني. شايف بيلعب مع مين برضو يا أسدي مع مين؟ ده يعني فاهم، لما برونو بيريز ده يبقى من نجوم الفرقة فاهم، تحس إن في كارثة. بيلعب مع الشعراوي يا ده أنا صورني يا بطني قلبة شعراوي. وحياة أمي ماتش يونايتد ده، والله العظيم بطني قلبة. لا انتوا هتكسبوا ان شاء الله. انتوا انا سيبك من والله من بقى مدرب ومش مدرب والكلام الرخيص ده، انتوا عندكم
خمس لعيبة حريفة. نيك انت فاهم قصدي؟ يعني برونو راشي وبوجبا وجرينوود ايه؟ لا يونايتد حريفة تقال نيك. عامة. بقول لك ايه، جون كافاني ده ابن متناكة اصلا، الجون اللي جابه فعلا ده يعني. جون هبل. نيك احنا عندنا شوية فاهم، عندنا ليفت باك اسمه كاليفيوري، اتعرفت عليه في اليوروبا ليج يعني. اني حوار بس اديني اكتر يعني. جاي انك بس في بقه عادي، يبوس في بقه بس يجيب جون اصلا. جون لازق نيك، متلزق نيك فاهم. طبعا انت اكيد جبتهم في البنطلون لما الفري كيك اللي دخلت في اياكس دي، اللي هي اصلا كسوم الوحاشة فري كيك باصة اصلا، كابيتانو يا ابني كابيتانو. كسوم الضحك دي واحدة سكريبتنج وحشانيت نيك وحشانيت الحمد لله. لا انا جبتهم في البنطلون امتى؟ ولا الكورنر فشخت جون. فيها صباع رجلي الجون التاني اه لا ده هبل، الماتش الجون الاولاني التاني ده هبل. هبل صح؟ بس ده كان ده سنتر باك. ها اه لا فشيخ الصراحة. هو اشول فهو اصلا يعني لا مش اشفر. لا أحا، بس هو شاطها مش لا ماله. لا ها شاطر مش ماله. ده لا كان هو هو فيها بص شوية هو هيل. بقول لك ايه، انت بالظبط. هو هرش ان قال انا لك اصلا يا رب فاهم. انا كنت عايز اياكس يكسبوكوا في الماتش التاني عشان نيرز، بس لما شفت الاحتفال البيضان بتاع الخول اللي جاب فيكو جون ده اتبضنت نيك. وبواد بادين نيك عنده 19 سنة، and he thinks he can fucking take the ball off your defender. What a pussy. Go back to wherever the fuck you've come from. Not gonna say where. Stealing our fucking jobs. لا انا بقول go back to Holland يعني، مش وبعدين ايش عرفك ان هو جامايكي؟ ما هو كده هرش سيف البق الجامد نيك ده. النهارده سيف، النهارده بس انا سيف يا خلعجي امير سمي اولموست نفسي زعل سيف، فكان فاهم، فخاف نيك انه سيف يتضايق منه. It was the funniest shit I've ever seen in my life. في يعني it was so I was انا انت عارف ان انا شلت السماعة وانا عمال بضحك. عشان انا سخنت امير نيك، قعدت اقول له بقول لك ايه فاهم، لما سيف يجي قول له كذا كذا، ابدن عليه ابدن عليه. قال لي ماشي، بس انت يعني هتبقى معايا ولا مش عارف ايه؟ قلت له لا يا عم انا معاك معاك وبتاع. فقام دخل و I sold him in a second. بعدين لما سيف قفش نيك قمت قايل على فكرة سيف زعلان منك نيك وبتاع، بيقول لي لا يا عم مش زعلان مني. كسوم الضحك. انا عايز روبن بيريز ده يرخص 7000 كوين عشان اعرف اشتريه. 7000 كوين. I've quick sold everything in my squad. اه ده عمال بيعلى اصلا، ده سعره عمال بيزيد يا ابني. احنا اولادنا كده فاهم، اولادنا كده تفهمش سعرهم غالي ليه؟ مش متناكه شعراوي ده مش عارف شو طعم. ده كوسدين امه ده مايك سمولينج. هو do you know his house got على broken كوس into؟ امه ده. انا بقول لك ايه يا رب ما العبش ماتشنا معاكم، ما ده دبل ايجنت ابن خول. You know his house got broken into yesterday اي and نو. فان people شاء الله يبقى forced عنده him to. تروما بقى لغايه الماتش. بس الموضوع apparently كان رعب نيك، الناس دخلوا لا كان وخلوه رعب يفتح نيك. السيف وبتاع. he was held at gunpoint where he had to open his safe Bro قدامه what the بساعة hell كده. يعني حاجة that's زي كده. insane. ومراته وبنته ده man that's so sad. ده تلاقي شكله بقى مراته not زنيك وسام قدامها. كوك. سام كوك. لا انا نفسي ما العبش، نفسي ما العبش. هو مصاب اصلا ولا ايه؟ مصاب تقريبا. بتسألني بتسألني انا بتسألني انا والله بتسألني انا يعني. انا بقول لك عندي كالافيوري ليفت باك، ما لعيب فعلا ما اعرفوش.
هو توموري حلو في ميلان ولا ما بيلعبش برضه؟ اه حلو بيلعب هو حلو من ساعة حلو قوي معاهم. خلاص. اه ظبطهم جامد لما ابتدى يلعب. هو ما كانش بيلعب بعدين كان قاعد كالابريا ولا حاجة، وبعدين ساعتها هم، لا مش كالابريا، اسمه ايه ده؟ اه بالظبط، رومانيولي، سوري بالظبط. آه وظبط الدنيا، ظبطت شوية بس هو كويس معاهم. لا احنا اشترينا سمولينج دي ليه؟ دي بص، ده في علم الغيب والله، في علم الغيب مايك سمولينج يعني. احنا معناش فلوس نعمل جنتلمان اجريمنت يا سي. يعني احنا معناش يا حبيبي ملاليم نشتري حد اصلا، فاهم؟ احنا فقراء يا سيدي، لدرجه ان لما الاشاعه المصري بتاعت ان روما بيفاوض كوكا طلعت، انا صدقت، فاهم قصدي؟ يا سيدي هو probably we can afford him. خلصت يا سيف؟ فاك It's so annoying man. Five at the back, you have to play like a central formation to break them down from the middle. فتو شكله هو ازاي ناس بتنام في البارتي بقى؟ عمري ما هفهمها. مش عارف. اه مستحيل. ده نام نيك يعني، ما حد يخض ولا حاجة. نفتو اخبار مكاليلي ايه يا قلاجي؟ جامد يا عم، جامد جامد جامد، بس اخو اللي معلش بيحكم. ريشن بيبلاند انك في الملعب يعني، فاهم؟ لا مش وحش، مش وحش. لا انا مشكلتي ان انا فرقتي انا ما فيش فريق في العالم عنده حد ابطأ مني، فاهم؟ ما انا ما اعرفش انت عملت الزيتو صح بس ولا لا. جامد ده احلى نيك من ايه؟ انا نايم صح. زيكو ده جامد نيك يا فتو، جامد نيك. ما هو بيجيب جوان حلوة نيك، بس هو بطيء بطيء. انا مديله هانتر. لا ما هو اوريدي البيزك بتاعه 86 بيس، طيب؟ ايوه بطيء يعني، على الاقل البيزك بتاعه لازم يكون 90، فاهم؟ at this point of the game يعني. بس also يعني قلعه is اه playing to enjoy يعني. نيك اه ما بنجوي بالظبط، نيك اه. قشطه فقشطه، ده ما هو استمتع خلاص يعني. ابننا فاهم، انا عامل كتيبه فاهم، برونو بس بيريز وشعراوي وجاكو فاهم. الواد كريرا ال ام ده مش حلو خالص، قصمه بس الواد كان ب 30,000 وظبط كيمستري جابته. مفيش اي حد تاني يقدر يجيب. لا لا في 2000 شعراوي، شعراوي ممكن يجيب كويس. ما ابن متناكه برضه، ابن صبري ده recuperar la pelota cerca del área y así lo transforman en gol. والله العظيم يعني عشان الواد كوريرا ده بصراحة وحش يعني، هيدنا كتير هيدنا. لا ما هو انا باضني من انا عارف. وبعد كده عشان ما تختارش تغييرة ثالثة، فاهم يعني؟ سلمي يبقى عندك لا، ما هو بيتعاقب كل ماتش بالظبط. لا لا شراوي، انا فكيت شراوي دلوقتي يعني، عشان ما تطلعش. طب انت جامد جامد دي يعني. لا انا اشتريته بانجن، فقلت اكيد ان مش ماشي زي ما بيفهم. بابو جوميز اديله ايه تاني؟ هانتر ده ها؟ اديله هو اديله هو او تشيك فودن يا باشا. شكليات يا باشا، كل واحد بينادي هانتر بس. اللعبة دي لعبة الهانتر. الله يا عادل يعمل ايه بس والله. النهارده كنت عصبت نيك بسرعه في الفرقه، في السموم يعني. كسوم الاسود ده، كسوم الاسود والله، كسوم الاسود. والحكم الحكم لا ما يعني فرقتين في اسود، الحكم لابس اسود والحكم اسود يعني، لعيب افريقي الحكم افريقي. انا بس اتخرت ليك يا جدعان، صح؟ انت شخرت سيكا. لعيبك كده دي.
Cristiano Ronaldo la tiene. Qué buena forma de detener este ataque. Ahí va Cristiano. Aubameyang. Cristiano Ronaldo la tiene. A Neymar le ha llegado la pelota. David Neres. Buen corte, justo a tiempo. Aubameyang. Surte efecto en la presión y les ha quedado de nuevo la mocha. You'll win the mind games, bro. Bien, ahí ese pase filtrado. Qué bien que aguanta para quedarse con la pelota. Despija la pelota y se jugará desde el córner. Va la pelota desde el córner a la olla. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Renato Sánchez. Mbappé. Ahí va Cristiano. Hay que estar más atento en la próxima, no hay que comer ansia, lo encontraron adelantado. Balls deep, mate. Balls deep. Renato Sánchez. That's how many comes on the point. You just know you're fucking with this guy's head so badly, and it's such a nice feeling. Se puede poner un gol. الصبح لعبت ماتش كسبت 1-0 كسبته 2-0 صديت 3-20 في وسط الجيم. Así está la cosa, señoras y señores, 2-1. أكيد بقى كان حماوت نفسه متخيل يعني فاهم. ¿Quién le enseñó a jugar este chico? El mágico. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Ahí va la pelota, Mané. Someone been on, and this the game they are mean to them. No, but our brothers. Mucho gol, pero por ahora nadie se saca ventaja. Qué bien, cómo los ha dejado en ridículo estos. Si quiere que lo cruce, si quiere que lo cruce. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Fraga le echar molto il bene, fi, fraga le. Ha regalado el balón Cristiano. Sabes, se dañó. Thiago luciéndose con ese balón para el compañero. Mané, es una sensacional tapada. Big save from Donnarumma. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Renato Sánchez. Y le pega con un tubo. Pelota que se escapa por poco. No, que ni vas a estar muy loco a Bitnaka sin el documento. A un buen Bitnaka. Se apoya en la raya. Ah, ves, ahí está Cristiano. Nick de Valencia, ves. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Ahí está cerca, puede ser, y está. Contundente intercepción. Bruno Fernández. Rápida transición al ataque. انا قلت لك كنت عايز حاجه قوي مش سودا فاخترت البدله اللي لقيتها عندي عشان ما اعمل ريكوبيرابل ان سو بروبيا اريا. Vaya partido que hemos tenido hasta ahora, 2-2 y vamos a descansar. No, 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 no. انت مش فاهم بس لا انت ما لعبناش معانا كتير انت مش فاهم بقى فاهم ستيفانو اللي بيحصل vamos al complemento de este partidazo. Una pelota regalada. بسم الله الرحمن الرحيم. La pelota no tiene dueño. يا باشا فرقتك البي تيم اكيد برضه تقيله فيها زمبروت طب اعمل ايه طيب وفان دايك انت هناك يلا هو بيضحك على بيضحك على نفسه والله عشان ما عندوش سنتر باك تاني اقسم بالله بتضحك على نفسك اي تي الاربيترو اسيستنت ليفانتو وترنت فيها صح؟ جاب جون يا عم جاب جون سنه سطر جاب جون يعني بيلعب فاهم بيلعب بنفس الفرقه ese que maneja la pelota Roberto Carlos tradable or untradable or ahí está el delantero que tiene que bajar a buscar la pelota.
Aubameyang. Bueno, está hablando con Schmerz. Se ha cortado la jugada. ايوه الحكم ليه لابس اسود فهو ايه موضوع الاسود ده يعني جيب لبس ايه مش فاهم لا تيم مستر تشامبيونز nueva posesión para los lions ni atraviesa no esa línea de pase tiene una gran oportunidad la aprovecha o no pelota que se va Dzeko si estuvo cerca si no se hubiese cruzado ese jugador هو هو ولا تقول لي فان دايك ولا اي حد خطير فايف ستارز يا ابني ويك فوت اسمها ويك فوت ويك فوت ويك فوت عشان هو بلاير يعني ولا ايه لا علاوي بيقول على اللعيب ده عنده ويك فوت ثلاثة ويك فوت لا هي بلاير وداولر هم دول بس ايه رايك في البدايه اللي طلع يا باشا انا جايب كتيبه مقاتلين النهارده بس والله كويس ان انت لحقت تعمل تياجو اي ويل بايت يو يس فورتو ديسبارو كراسيا ديزد الالوسيون ولا يا ابني عيب عيب يا ابني ده نوع جديد من الدفاع انت مش فاهمه ده اللي هو دبل جوكي ده دبل جوكي جوكي فرصتي مع سيف اول ماتش بالون انترسبتادو انا كومبليتادو لا جوغادا بوسيبيليتادو قبل ما يحفظك طلع لو تخطفه كده بالمفاجاه عنصر المفاجاه دي كوتشارا لا ليفانتا ماجنيفيكا عشان بيتحرك سبق بخطوه فاهم هو ستيب توز كده بس هو جامد وعين هو مش بطيء قوي فاهم يعني هو بس قدام انت مبسوط بيه خلاص قصة الله انا انا راضي يعني فاهم انا برضو راجل مكتفي فاهم الحمد لله الرضا الرضا definición que se pierde por poco انا بعت بوتر عشان اجيب بعت بوتر عشان اجيب العيال دي كلها انا بعت بوتر مني عشان اجيب عشان اجيب جوميز بصراحه بيرد البالون بوبو جوميز الكارت ده احسن بكتير من التاني اللي كان عامل El entusiasmo que están poniendo estos dos equipos en la cancha es envidiable. Estamos viendo un partido muy parejo, pero el empate todavía no se rompe. عليك يا سيف لما تبقى محظوظ يعني انت بتتناك يا ابني تقول لي 5 وينز في الويكند دي خرا مايكل بس ما لعبتنيش في الويك اند ليج انت puede ser buena buena quédese con la mocha más no vale los dos minutos pero entiendo que estás más yo lo y yo ni se fue buena pelota entre líneas hay chance estaba adelantado dejado pasar una gran ocasión y la verdad la desesperación hizo que cometiera esta gran equivocación اكيد وحشوك الماتشات الاند تو اند David Neres. Qué buena forma de detener este ataque. Bruno Fernández. A lo que tengo que llegar como futbolista, se habrá preguntado este delantero que tiene que bajar para intentar recuperarla. Mané. Gol. Parecía. الواحد محطوط في نص ملعبه ايه اوفسايد صح اوفسايد باين اصلا بره الاحمر فعلا طب العب العب بزيكو طيب هات زيكو غامق يعني قصدي ما يعني ما مش فارقه فين ده يا ابني فين ده
لا انا عندي اسود والله. طب بص على الستريم، قول قول والنبي قفلت وتدفع على الستريم. اه الحكم لابس ايه؟ اسود. شكرا. انت ممكن يبقى عندك عمى امان يا سيف، بس هو 100% لابس اسود يعني. ازرق فاتح؟ لا يا عم بالظبط. انت هتجنني ازرق بالظبط. طب ده فاتح اللي انا بقوله، سياسي. اشمعنى انا يعني، اشمعنى انا فاهم يعني، يعني كده في جليتش في اللعبة. لا هو ملهاش حل، انا لازم اجيب بقى لبس من اللي هو الشيفتيشي ده، عارفه اللي هو بيبقى ميكس الوان كده غريب، تاي ايوه داي ايوه كده تمام، تيشيرت تاي داي. عيال مستقتلة والله العظيم، حاجة جميلة تفرح شوفهم. ما تقولش ان هم معاهم 6 وينز من 15 ماتش فاهم. Ahí va Cristiano. ولد انتقام ده. Hay espacio suficiente para avanzar. Ahí la tiene el otro Con qué facilidad le sacó la pelota. Ese que maneja la pelota. Entra bien y se escapa la pelota para saque de manos. Quedan 10 minutos por jugar. شفت الكرة دي يا سيف؟ روح الجرينت. اوف ده احلى جون جبته في حياتي. صورها فيتو، صورها فيتو، صورها فيتو. لا 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 الترقيصه دي كانت خطيره. قال له تعالى تاني، قال له بص خد دي وتعالى تاني. اولاد روما ها، اولاد روما. لا 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 مش عارف والله يا سيف، انت سهل اصلك، سهل فاهم، ايزي. انا فاهم، انا اولي في انا فاهم اولي انت جوارديولا فاهم. ماريو con las múltiples decisiones que pudo tomar el equipo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico ese fortaleza física. شايف مارتينيز، شايف الرايت باك بتاعنا عمل فيه ايه؟ اعمل زيه. ايوه كده، روح بقى مارتينيز يا ولد والله العظيم. راح بطريقته بس مش مشكله. الله ده باك بوينت. Bruno Fernández quiere controlar. لا كانت حلوة. Qué pelotita han perdido, qué manera de presionar. لا لا بس لا انا عارف استعرض عليك يا سيف، انت واخد بالك ولا مش واخد بالك؟ كعب هو. مايكل اسيان. شغل عالي. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Solo dos minutitos le quedan al partido. Están armando la jugada que puede darle la victoria. Y le pega con un يا ابني الشرموطة. Oyer que tapa, sigue la jugada. Mane. La tiene Thiago. Rooney. Ahí está. Rooney lleva la pelota. Después de esta acción el árbitro ha decidido señalar tiro libre. ماتش ايه؟ في 17 هجمة فاهم؟ 17 انفراد تقريبا. Lars Bender. Lars Bender. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Bueno, señoras y señores, vayan avisando que ya irán a cenar porque este partido empatado. ولد
لا لا بره قول. اللي هو اليوروبا. بوك بيتس سرعة كثيف في الدفاع مع كان من فترة كده كان ب 400 وشوية. ربعمية خمسة وعشرين موجود منه 2 على الماركت، وده زاد دلوقتي. البيس بتاعه بقى 80. على فكرة أرقامه بقت حلوة. عاوزين اداء رجولة قلعة. هو دخل فيها جون يا عم فيتو، ايه يا فيتو يا فيتو، والله ملحقناش العظيم مضيع جوان، والله العظيم حاجة بنت متناك ايه ده؟ يعني. تغريس حكام، المفروض الجون ده متحسبش. من جاي دخل في الشبكة من بره، جليتش. كسوم الكرة دي، لعيب تعبت عامل ايه؟ طيب يا شيف يعني صح. مضيع، والله مضيع، حرام الماتش ده اتسرق مني بصراحة، مش عارف بيعمل ايه دلوقتي، بس يعني فان دايك ومالديني اللي واقفين ورا دول يا سيف. بي تيم بي تيم على قدهم. هو انا ملاحظ ان يعني البي تيم بقى في لعيبة زمبرات. ماشي هي فكرة هو اصلا انك تسميه بي تيم وفي زامبروتا اصلا، دي مصيبة. ما استفدت من يطلع كده كل برضو، دول قال لك انا بلعب هلعب بليفربول، بعدين لقيت فيها فيرا، فاهم؟ ما فهمتش يعني. بالظبط. لا خلاص انا لعبتي بعد الجون اللي اتكسروا نفسيا، فاهم؟ والله كانوا عاملين ماتش، بس بعدين مره واحده بدل ليهم ايه، نسيوا الكوره بقى الماتش يعني، اتخطف، الماتش خطف اتخطف. ده اتناكوا، فاهم؟ انا الدقيقه 80 يا فيتو كنت كسبان، ها الدقيقه 80 كنت كسبان، الدقيقه 80 كسبان، خسرت 5-2 مش عارف ازاي. اي غلطه فاهم ممكن تفتح الماتش. بس هو كفايه الجون اللي دخل فيه النهارده. ده كان حلو نيك، فكرتني الجون ده صحابي. مزيكا، الجون ده مزيكا. ايه اكدب وانا صايم؟ عايز تخسر تاني؟ يلا Peace out.